لماذا تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التفاوض؟ ما هي دلالات التوقيت؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أولا، ليس هذه أول مرة يتحدث فيها الرئيس بوتين عن المفاوضات. في كلماته ومداخلاته الأخيرة هو كان دائما يركز على ضرورة الحوار مع الطرف الآخر، مع الطرف الأوكراني، رغم أن الكل تقريبا في روسيا يدركون بأن الأمر مرهون أيضا بمواقف الدول الغربية والولايات المتحدة قبل غيرها. اللافت في التصريح الأخير للرئيس بوتين أنه لأول مرة قال عبارة بشأن حلول مقبولة. بالضبط. ولكن ما الذي يقصده هنا بوتين بهذه الحلول المقبولة؟ وما هي وجهة النظر الروسية؟ أنا أعتقد بأن ما من أحد يمكن أن يقول ما هي الحلول المقبولة غير ربما الرئيس الروسي نفسه. ولكن يبدو أن هناك، إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى، فهناك خطوط حمر لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال في الحوار القادم مع أوكرانيا، وهي شبه جزيرة القرم الذي كانت ولا تزال الآن أرضا روسية للأبد كما قال الرئيس بوتين مرارا. ثانيا، طبعا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لكن هنا مسألة حساسة تتعلق بحدودها، وربما حول هذا الموضوع يمكن أن يدور الحديث، ولكن التفاصيل طبعا لن تكون معروفة إلا بعد أن يكشف أو تكشف موسكو عن نواياها في هذا الشأن. طيب سيدي فيجيني، الجانب الأوكراني رفض مرارا وتكرارا ما تحدث عنه حضرتك حول دونيتسك ولوغانسك وحول جزيرة القرم، وقالوا أن هذه المناطق خاضعة لبنود التوصل إلى اتفاق. هل برأيكم هذا الاتفاق الذي تحدث عنه بوتين أصبح مرهونا بالسراب؟ لا، هو ربما يكون مرهونا بهذا الأمر، ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أن الكثير في هذا الملف يتوقف أيضا على مواقف الدول الغربية. فإذا شعرت الولايات المتحدة على سبيل المثال بأن جهودها في تزويد أوكرانيا بالأسلحة لن تأتي بأي نتيجة أو ثمار إيجابية بالنسبة لها، فإنها بطبيعة الحال ستزيد وستفعل وتكشف كلماتها حول ضرورة العودة إلى الحوار مع روسيا. طيب، بوتين تحدث عن التفاوض مع عدد من الأطراف، ما الذي يقصده بوتين هنا؟ هو يقصد بطبيعة الحال ليس فقط الجانب الأوكراني، وهو بالمناسبة برأي الكثيرين في روسيا ليس مستقلا في اتخاذ القرارات التي تتعلق بمستقبل المفاوضات مع روسيا، ولكن طبعا كان يقصد الرئيس الروسي بكل الأطراف، كل من الولايات المتحدة ودول الناتو وحتى الدول التي ربما ليس لها علاقة مباشرة بهذا الصراع. يعني هل هذا يعني أن بوتين مستعد للجلوس والتفاوض مع الجانب الأمريكي والدول الغربية حول ما يجري في أوكرانيا؟ هو بطبيعة الحال يريد ربما تهدئة بعض الانفعالات بأن التطورات في أوكرانيا سوف تصل ربما قريبا إلى خط ساخن جدا، وبالتالي وعشية حلول عيد رأس السنة هو يتحدث نوعا ما بلهجة تصالحية ويبدي استعداده للتفاوض مع الكل. السيد يفيجيني سيدروف الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا.